نشوف تقرير عن العادات الغذائية الخاطئة وأهمية ممارسة الرياضة. أولاً ممارسة الرياضة شيء مهم جداً لأنه هو له تأثير على الحالة النفسية وحالة المخ، ودايماً بنقول العقل السليم في الجسم السليم. ممارسة الرياضة بتحسن المزاج، بتقلل الشعور بالتوتر والاكتئاب والضغط العصبي والنفسي. ده في حاجة مهمة جدا ان الرياضة بتزود الدورة الدموية وبتنشط منطقة جوه المخ بتسمى الهيبوكامبس، ودي لها علاقة بالذاكرة والتعلم، لان طبعا الشخص اللي هو عاوزينه يمارس رياضة في سن الشباب في سن الاطفال دول في مراحل التعليم وبيحتاجوا الى التذكر، لأن عشان يدخل الامتحان لازم يبقى فاكر. من الحاجات المهمة جدا اللي بتساعد منطقة الهيبوكامبس ده مش كده وبس، ده احنا بنقول ان الرياضة بتطلع هرمونات، هذه الهرمونات بتنشط العضلات عشان تمتص الأحماض الأمينية اللي هي بتدخل في بناء العضلات. برضك العظام لها يعني علاقة مهمة جدا بالرياضة، لأن الرياضة بتحافظ على بناء العظام وبتحافظ على كثافة العظام، وفي أبحاث كتيرة بتقول أن الرياضة من الحاجات اللي هي بتقلل من فرص الإصابة بهشاشة العظام. أنا في المدرسة في الابتدائي وفي إعدادي وثانوي كان عندنا يعني على الأقل حصة رياضة أسبوعياً، غير أن بيبقى في وقت أن احنا نعمل مسابقات رياضية. لازم الرياضة ترجع للمدارس، بدون رياضة المدارس أعتقد احنا ماشيين في طريق مش صحي ولا طريق فيه خير أبدا بدون رياضة، لأن الرياضة دايما بيقولوا لنا أن العقل السليم في الجسم السليم.